40 عاما وربما أكثر وعشقه للأفاعي ما زال كما هو بل يزداد مع الوقت. السيد ياسين صقور صائد الأفاعي يجوب مدن الأردن ليساعد الناس مستجيبا لأي طلب. يذهب بمعداته ليصطاد الأفاعي مؤكدا حرصه عليها وهدفه حمايتها وإعادتها للطبيعة من جديد، خاصة مع عدم معرفة كثيرين بضرورة الحفاظ على غير السامة منها، والتي تحمل أهمية كبيرة كونها تتغذى على الأفاعي السامة. يحاول السيد ياسين الحفاظ على حياة الأفاعي وإيقاف القتل الجائر لها وسط رحلة صيد بعضها خطير وبعضها يحتاج الكثير من الشجاعة والقوة. عمان ومراسلة صباح العربية سهى جميل معنا. سهى، يسعد صباحك، وشو نوع الأفعى اللي معك وكيف وليش؟ صباح الخير. صباح الخير. بداية يعني هذه الأجواء جديدة بالنسبة لي، أنا أتعامل مع الأفاعي مباشرة، كنت مع أفعى غير سامة، هذه الرسالة الذي يحاول إيصالها السيد ياسين صقور من خلال عمله، أن القتل الجائر كما ترين هذه الأفعى تم يعني قتلها بسبب عدم معرفة الناس بأنها غير سامة، وبذلك تنتشر الأفاعي السامة، لأن هذه الأفاعي غير السامة تتغذى على الأفاعي السامة، بذلك ازدادت أعداد حالات اللدغ في الأردن كما أخبرني السيد ياسين الذي يتلقى العديد من المكالمات لمساعدة الناس. للتعرف أكثر على هذه الحكاية أرحب بالسيد ياسين صقور، هو صائد أفاعي وهذه المهنة توارثها من الأجداد. أهلا وسهلا فيك، قوي القلب ولكنك حنون على هذه الزواحف أو الحيوانات، ما هي القصة؟ يا ستي، أول شيء يسعد صباحكم جميعا، صباح الوطن الجميل، صباح العربية الجميل. إحنا جد سعداء، سعداء جدا إن سمعنا يعني أو حسينا إنه في ناس حاسة فينا لتنقل المعنى اللي نواجهها، بحيث نوصل رسالة للأجيال الصاعدة، وهي طبعا حب الطبيعة وأخص الأفاعي. طبعا الأفاعي قصة عشق لا تنتهي، الأفاعي من أجمل المخلوقات اللي وجدت على الطبيعة بحيث إنها تحافظ على حياة الإنسان قبل ما تحافظ على الطبيعة. كيف؟ هسه الأفاعي عندنا بالأردن تقريباً 37 نوع، 37 نوع منهم 7 سامات فقط، 7 السامات 4 يتواجدوا بالمناطق الجنوبية و3 بالمناطق الشمالية. اللي بالمناطق الجنوبية اللي هي القرناء العربية، أفعى المشرق السورية، الصل الأسود ومجنيب. كيف القتل الجائر يؤثر على الطبيعة؟ يعني أنت تساعد الناس بالتخلص من هاي الأفاعي للحفاظ عليها. إحنا يعني أنا أسست مجموعة على مستوى بلدنا الطيب، وعندنا خبراء من الدول العربية برضو نستعين فيهم. الآن 37 نوع، 30 نوع محافظات على حياة الإنسان قبل ما تحافظ على الطبيعة. قتلنا الجائر أسا كيف محافظات؟ الآن الأفاعي غير سامة تفترس الأفاعي السامة، القوارض، الفئران، بتنظف البيئة تنظيف كامل. يعني أكبر إشي مظلوم عنا اللي هو الحنيش أو السمرة. أنا عاملكم مفاجأة للعربية، هيا نادين وسهام زي ما بيحكوا حط الأفعى في عبه زي ما بقولوا، هاي الحنيش الأسود صديقه، هذه أفعى ولا أطول أنا بمسك من هيك. أنا ما. وأنا بحيي شجاعتك. هذا العربيد أو الحنيش. حبيبتي طبعا هي شجاعة مقدمة صباح العربية. هذا الحنيش العربيد ملك الغابة، طبعا أكبر مظلوم على وجه الأرض. العربيد هذا طوله يتجاوز 3 متر لغاية 3 متر. هذا كان بيقول جدي وجدك إنه إذا لف على الإنسان بيقطعوا قطعتين. يا أخوان هاي الأقاويل كلها كذب، كلها كذب وبدع. يعني زرعوا بعقولنا الخوف منذ الصغر، ظلموا الحنيش. الحنيش هذا أجمل صديق للبيئة، يأكل الأفاعي السامة، يأكل الفئران،
بنظف الطبيعة من كل قارض. لو لدغته إذا لدغ ما في سم، لا يوجد سم، ما في سم نهائيا. يعني ممكن إن شاء الله أنه غير يلدغ الساعة. يلا، هو لدغ، لدغ لي. على كل حال، عموما هناك أهداف أخرى أنت تقوم بإطلاقها للبرية من جديد، يعني تعطيها فرصة ثانية للحياة، خاصة وأنه هذا أنقذته من بيوت أحد المواطنين، صحيح؟ إحنا شكلنا فريق على مستوى بلدنا الطيب على جميع أنحاء المملكة، أي أفعى بتكون قريبة من المنازل أو بالبيوت أبعث أي عضو إلها بحيث نحافظ على حياة الإنسان ونحافظ على حياة الأفعى من القتل الجائر. وهذا كيس المفاجآت، يعني ماذا يوجد فيه؟ بالنسبة نادين وسهام لهذا الصندوق الصغير، هذه أفعى فلسطين تسمى، هذه أفعى سامة. يعني أخبرني السيد ياسين أن أقل من نصف ساعة يعني يتوفى الإنسان بحال لم يأخذ الإجراءات الطبية والمضاد الصحيح، وهو يتعامل معها أيضا بحرفية، يعني ولم يرغب بأن يقترب منها أحد من الطاقم، صحيح؟ ما مضارها؟ إحنا الموضوع طويل يا أخواني شوية، بس خلينا نركز أول شيء على الأفاعي الغير سامة. الأفاعي الغير سامة إحنا نبعث أي عضو بالمملكة بحيث إنه يمسك الأفعى ونحررها بمنطقة بعيدة عن السكان. بنحرر هاي بمنطقة بعيدة عن السكان. أنا ضد فكرة أي شخص يروح يبحث عن الأفعى بيئتها، هي خلقت لبيئتها لتأدي دورها. أنا ما في داعي أروح أبحث عنها بالبيئة، وجدتها قريبة من المنزل ما قدرت أنت تتخلص منها بطريقتك الخاصة، احكي معانا على مستوى المملكة بنبعث لك أقرب واحد إليك. وأنت تحتاج لمن يحتوي أيضا هذه الأفاعي السامة، أنت لا تقتل الأفاعي السامة، ما هي القصة؟ أنت تناشد من للحفاظ على هذه الحيوانات أيضا حتى السامة منها؟ الأفاعي الغير سامة هاي أنا من أسست المجموعة من 4 سنوات وأنا أناشد أي سهى. للأسف انتهى وقتنا تماما، نشكرك جزيل الشكر من عمان سهى جميل، شكرا لك على هذه التغطية الحية، في أمان الله.